ارحبي يا بنت شيخ يشهد له بنت شرايد بنت كساب الجزالي شرايد اللي له مع أهل الطيب جالا بالشجاعة والكرم وفى الخصالي أم عبد الله اللي تكسب الطيب وتنوله عاشته نوير على كل المجالي عاشته نوير على كل المجالي جديد الزفات والشيلات شيلات الفرح مرحبي يا بنت شيخ يشهد له بنت شريد بنت كسب الجزال شريد اللي له مع أهل الطيب جوله بالشجاعة والكرم وفى الخصالي أم عبد الله تكسب الطيب وتنوله عاشته نوير على كل المجالي عاشته نوير على كل المجالي الظفر والطيب نوير هي أصوله تكسبين الطيب يا بنت الرجال ذكرها معروف والعالم تقوله بنت شيخ بالكرم مطرب مثالي ذكرها معروف والعالم تقوله بنت شيخ بالكرم مضرب مثالي بنت شيخ بالكرم مضرب مثالي الله لا بكر نفين معها من يطوله تاخذ الأول ولا فيها جدال عود موزن يعجب الناظر ميوله كل ما يوضي بها الدعدع مالي والولدها عبد الله باركوا له باركوا للقرن كسب المعالي باركوا للقرن كسب المعالي بنت شريد بنت كسب الجزال شريد اللي له مع أهل الطيب جوله بالشجاعة والكرم وفى الخصالي أم عبد الله تكسب الطيب وتنوله عاشته نوير على كل المجالي عاشته نوير على كل المجالي الظفر والطيب نوير هي أصوله تكسبين الطيب يا بنت الرجالي ذكرها معروف والعالم تقوله بنت شيخ بالكرم مضرب مثالي ذكرها معروف والعالم تقوله بنت شيخ بالكرم مضرب مثالي بنت شيخ بالكرم مضرب مثالي لا بكر نزين معها من يطوله تاخذ الأول ولا فيها جدال عود موزن يعجب الناظر ميوله كل ما يوي بها الدعدع مالي والولدها عبد الله باركوا له باركوا للقرن كسب المعالي باركوا للقرن كسب المعالي الحصري في عالم الصوتيات ليس الوحيدون ولكن الأقدم خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات جديد الزفات.